أمام بوابة مديرية تربية البصرة يحتشد المحاضرون التربويون المجانيون منذ أيام مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية. نحو 5400 محاضر بعقود مؤقتة في البصرة وحدها ينتظرون تثبيتهم منذ سنوات وفقا للقوانين النافذة، ومن بينها قانون 315، إلا أن الجهات الحكومية لم تدخل القانون حيز التنفيذ متذرعة بنقص التمويل وغيره. عشان هذا قرار 315 ينصف كل الوزارات العدة خدمة سنتين عقدية راح يتحول على الملاك الدائم، بس للأسف الشديد احنا نتابع وكل الوزارات رفعت بياناتها ومشمولة بهذا القرار إلا وزارة التربية. يقول لك ليش؟ سببها ما عندك تخصيص مالي. زين احنا إلى متى؟ وزارة التربية وزارة مو إنتاجية، وهذا الخطأ الكبير، الخطأ الشائع، بل هي أكبر وزارة إنتاجية هي وزارة التربية. الطبيب والقاضي والمهندس والمدرس والوزير ورئيس الوزراء ورئيس الدولة كلهم من إنتاج وزارة التربية. اعتصامات محاضري البصرة شهدت تضامناً واسعاً من قبل بقية القطاعات المهنية في المحافظة. لولا وقوف وتواجد المحاضرين داخل المدارس والله لأغلقت المدارس قبل سنين. والله المحاضر قائم وواجبة على أتم وجه من كل الأمور اللي يتصف بها المعلم. نتضامن مع أخوتنا المحاضرين في محافظة البصرة ونطالب الحكومة المركزية والمحلية بإنصاف هذه الشريحة بين المحاضرين والإداريين وكل الشرائح تخص موظفين التربية فقط. معظم المدارس باتت خالية منذ بدء اعتصامات محاضري البصرة لتكشف بوضوح عن معاناة المحافظة من نقص الكوادر التربوية والتدريسية، والحال نفسه منطبق على بقية محافظات البلاد دون تحرك حكومي يحسم الأزمة.